ارحب بكل الوفود العربيه مره تانية، بشكركم على حضوركم واتمنى لكم التوفيق في بلدكم هنا في مصر. احنا سعداء بوجودكم معانا، ونتمنى ان انتم مش بس على قد حتى فعاليات البطوله، ولكن ايضا يكون من ضمن التنظيم فرصه ان احنا نعطي اشقائنا فرصه لان هم يشوفوا جزء من اللي احنا على الاقل في العاصمه وبعض المقاصد الاخرى. مره تانية برحب بيكم وبشكر كل اللي ساهم في اخراج المنشآت ديت والمدينه ديت وغيره وغيره، في قد اللي احنا بنتكلم فيه ده منشآت ضخمه في كل مكان. فبشكر اللي عمل كده وبهنيه على النجاح، وانا بتكلم على الشركات المصريه وبتكلم على المسؤولين المصريين هم اللي عملوا ده بفضل الله سبحانه وتعالى. ف على بركه الله، واسمحوا لي ان انا اعلن افتتاح البطوله العربيه العسكريه للفروسيه، واتمنى لكم جميعا التوفيق. شكرا جزيلا.